نرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية الحلقة عن إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي، ده كان بمناسبة الحديث عن اليوم العالمي لالتهاب الكبد. منظمة الصحة قالت أن مصر نجحت في الكشف على 60 مليون مواطن وعلاج 4 مليون مواطن مصاب بالالتهاب الكبدي الوبائي. خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر عن التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي مع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير عليك يا دكتور، وأهلا بك معنا. صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. صباح الخير. أهلا بك. طيب قبل ما نتكلم عن إشادة منظمة الصحة، خلينا نعرف من حضرتك الوضع كان عامل إزاي وكيف تعاملت مصر مع هذا الملف. مصر كانت من أعلى الدول، قد تكون رقم واحد أو اثنين على مستوى معدلات الإصابة بفيروس سي، بمعدل إصابة سنوي يتجاوز 120,000 إصابة. وبدأت الحقيقة مصر في سنة 2006 بالعمل على علاج المصابين، وده كان بإنشاء اللجنة القومية للفيروسات الكبدية في 2006. في 2007 اتعمل أول مركز لعلاج التهاب الفيروسات الكبدية في المعهد القومي للكبد، وبدأنا في يمكن 2008-2009 في توفير عقار الانترفيرون، وده كان ساعتها هو العقار الأكثر نجاحاً في التعامل مع المرض. العقار ده قدرنا أن احنا نعالج تقريباً ما يقرب من 350,000 مواطن من المصابين، ونجحت الدولة ساعتها أن هي تحصل على العقار ده بتقريباً 10% من قيمته السوقية. يعني كان قدرنا أن احنا نوفره بسعر أقل من السعر العالمي ب 10%. بعدين بدأنا نتحرك على هذا المستوى، وكانت يمكن الانطلاقة الحقيقية للتعامل مع مشكلة فيروس سي في سنة 2014 لما ظهر عقار السوفالجي. وبدأ العلاج واستمر لحد ما السيد الرئيس في سنة 2018 أطلق مبادرة 100 مليون صحة أو القضاء على فيروس سي، واللي تم فيها المسح أو الكشف على أكثر من 60 مليون مواطن. بس عقار السوفال دي يا دكتور هو عقار مرتفع التكلفة، فعشان كده يمكن كان في صعوبة للقضاء على يعني هذا الوباء ب يعني إيه تكلفة يتحملها المواطن. فهو ده الفرق اللي عملته مبادرة 100 مليون صحة بمبادرة السيد الرئيس. احنا حصلنا على العقار بما يقرب من 5% من سعره العالمي. لكن خلينا اقول لك الفرق الحقيقي فين. اللجنه العليا للفيروسات الكبديه او اللجنه القوميه لما انشئت في 2007 وكملت وفي 2014 وبعد كده تقريبا هم نفس اعضائها، ما تغيروش، يعني هي نفس اللجنه. ومصر كان عندها نفس الظروف، وهي انه انت من اعلى الدول في معدلات الاصابه من 2007 و8 و9، وانت ده في مسح ديموغرافي اتعمل وقال ان انت عندك نسب اصابه عاليه. فنسب الاصابات هي واحده، اللجنه تقريبا هي واحده. كان ساعتها العقار اللي موجود غالي وهو الانترفيرون، ليه مشاكل وثبت انه ليه مضاعفات، لكن هو ده كان العقار الموجود ساعتها، وقدرنا ان احنا نتحرك ونحصل عليه باقل من 10% من تكلفته العالميه او ب 10% من تكلفته العالميه، وعالجنا 350,000. طيب ايه اللي حصل ما بين 2007 و8 و9 و10 و11 لحد 2013؟ وبعدين جينا في 2014 ال 350,000 دول بقوا 4 مليون. المصريين هم المصريين، اللجنه هي اللجنه،
الظروف هي الظروف من حيث الإصابة المرضية. صحيح. طب اللي رفع من 350 ألف ل 4 مليون إيه؟ اللي خلانا نجيب العقار اللي ساعتها كان ستيت أوف ذا آرت ب 10% من تكلفته بنفس المفاوضين إلى 5%. وعملت حاجة تانية ما عملتهاش في 2000 وقبل كده، وهي أنك صنعته تاني في مصر. طب إيه المتغير؟ الحقيقة الإرادة السياسية، القيادة السياسية، حلم المصريين، حلم القيادة السياسية. أنت هل هو عمل عظيم ومتميز أن أنت تعالج 350 ألف؟ لكن ده يستحق إشادة العالم؟ الحقيقة لا، هو الدول المفروض تعمل كده، الدول بتعالج مواطنيها. لكن اللي يستحق إشادة العالم هو أنك حلمت لمصر أنها تبقى في حتة تانية، وأنك اتحركت بحلم الدول بزمن عمر الأفراد. هو ده اللي يستحق الإشادة. صحيح. أنت اتحركت من 350 ألف ل 60 مليون مسحة عشان تعالج 4 مليون. ده حلم مختلف عن حلم أن أنت عايز تعالج المصابين. ده أنت شايف بلدك فين؟ انت عايز تودي بلدك فين؟ وانا بنتكلم على الدبلوماسيه الرئاسيه، يعني لولا على الاراده الرئاسيه، نعم، على ودبلوماسيه ايضا، يعني حلم السيد الرئيس في مصر فين، وايه اللي انت وفرته عشان مصر تقدر تعمل ده، وما اكتفتش بس بان انت تاخد الدواء بسعر اقل بخمسه يساوي خمسه من الالف من سعره. صحيح. لا، ده انت السنه اللي بعديها صنعت الدواء ده في مصر، وهو ده اللي خلانا ننطلق بشكل اكبر. لولا الثقه في شخص السيد الرئيس والقدرة على التنفيذ، أعتقد ما كانش تم توطين صناعة هذا العقار في مصر. هي دي الفكرة، أنت عايز تودي بلدك فين؟ أنا مش عايز أودي بلدي إنها تتحرك بس على مستوى إني أعالج الناس، لا، ده أنا عايز أحطها في مصاف الدول اللي منظمة الصحة العالمية بتشيد بتقول عايزين تقضوا على فيروس سي، اعملوا زي مصر. شوفوا مصر عملت ايه. مستوى الشارع، احنا عمالين نتكلم عن منظمه الصحه العالميه وحضرتك بتتكلم بلغه الارقام، بس لو احنا بصينا للشارع وبلغه الشارع بقى، هو احنا بالنسبه للمواطنين عامه وحتى البسطاء، فيروس تي احنا كنا بنسمع، او الالتهاب الكبدي الوبائي كنا بنسمع عنه على طول، فعلا ما كانش في حد ما يعرفش مثلا، او ما فيش في بيته شخص مصاب بهذا المرض. دلوقتي كان فيه بالمناسبه، يعني كنا الناس كانت خايفه منه، بس ابتدت يعني عادي بالنسبه لهم حد عنده فيروس سي. دلوقتي بقينا لما بنسمع عن فيروس سي، اولا بقى نادرا جدا، ثانيا ما بقاش فيه الخوف من ده، بقينا عارفين ان هو العلاج موجود ومتوفر وبسيط وما الى ذلك. طب هروح مع حضرتك يا دكتور حسام بقى لاشاده منظمه الصحه العالميه، ماذا تعني المعايير اللي يعني اتخذتها، او المعايير اللي احترمتها منظمه الصحه العالميه عشان يعني تصرح بهذه الاشاده؟ المعايير ان انت عملت اكبر مسح على مستوى العالم للاعداد المواطنين اللي موجودين عندك، يعني لم اسمع على انه في مسح كان فيه 60 مليون او اكثر. انه 60 مليون تقريبا، صحيح. ده حاجه فوق ال 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 القدرات، مش المعتاد، ده فوق ما يتم العمل عليه في اكبر الدول. انك تكشف على 60 مليون واحد عشان تطلع منهم، ومش وبعد ما بتطلع المصابين بتعالج الرقم مصاب. كل المصابين، ومش بس كده، ده انت قريبا جدا، يعني يمكن خلال من الشهرين اللي فاتوا انت اطلقت مبادره تانية، لانه في 15% من اللي عندهم فيروس سي وبعد ما تعالجوا معرضين انه يحصل لهم اصابه سرطانيه في الكبد، فانت حتى دولت ما سبتهمش، بل اطلقت مبادره رئاسيه للتعامل مع المضاعفات اللي ممكن تنتج نتيجه للاصابه بفيروس سي من خلال علاج اورام الكبد. فالحقيقه انت قمت بعمل غير مسبوق، نجحت من انك تنزل معدلات الاصابه من 10 و12%. طيب ازاي قدرنا احنا نقوم بالخطوه دي؟ بدايه عندك اراده سياسيه حقيقيه، عندك رؤيه هو عايز ياخد البلد لفين من الناحيه الصحيه، عندك توفير كل الامكانات للفرق العامله انها تشتغل، رغبه حقيقيه في انه او اتباع المنهج العلمي، انت اشتغلت زي ما كتاب العلم بيقول،
اكشف، امسح، شخص صح، احصل على افضل علاج، عالج صح، هيبقى عندك مشاكل في التمويل، لانه مهما كان العقار غالي قدرت تنزل بالسعر حتى العالمي ده الى سعر محلي من خلال انك تصنع العقار في مصر، يبقى توطين الصناعه. وتوطين الصناعه ده خلى الكورس العلاجي كله في مقدور اي حد. مش بس وفرت كل حاجه، وبالتالي انتهيت الى قصه نجاح. يعني لما منظمه الصحه العالميه طلعت تتكلم عن اليوم العالمي للكبد، قلت لك هو ده النموذج. هي مش بتتكلم على مصر، هي بتتكلم على مرض. تقول هذا مرض يؤدي الى الاف الوفيات على مستوى العالم. وعايزين تنجحوا مش ما تقروش الكتب. لا، روحوا اقعدوا في مصر وشوفوا التجربه المصريه. صحيح. الحقيقه هو ده اللي يخلي المواطن المصري والطبيب المصري والمسؤول المصري يشعر بالفخر. صحيح. طيب دكتور، واحنا بنتحدث عن نص ما تم او ما يعني تداول في متن بيان منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للكبد، قالوا ان في عام 2030 هيتم الانتهاء او القضاء على هذا الفيروس عالميا. تفتكر ده الامل؟ ده الامل. وقالوا لك تعمله ازاي؟ يعني يقول لك عشان تقضي عليه، وقالوا النموذج المصري. شوف المصريين عملوا ايه. تفتكر بقى هيتم الاستعانه بالخبرات المصريه؟ مش هيتم، هو بيتم فعليا. انت كثير، على فكره كثير من الدول، بس يمكن الناس بتنسى، كثير من الدول اللي عندها نسب مرتفعه من الاصابه بفيروس سي كانت بترسل اطبائها وعلمائها وباحثيها لمصر عشان يشوفوا مصر عملت ايه. وده بتوصيه من المنظمه. طيب دكتور، لو كنا دخلنا على جائحة كورونا بهذه المعدلات، معدلات الإصابة بفيروس سي، كان هيبقى إيه الوضع؟ أكبر معدلات وفيات في الكورونا هي لأصحاب الأمراض المزمنة واللي عندهم ضعف في الجهاز المناعي. ويمكن الناس نسيت، بس لما بدأ العالم يتحرك بسرعة جدا عشان يعمل التلقيح، كان حاطط قدامه فئتين هم الاولى بتلقي اللقاح. اصحاب الامراض المزمنه، كبار السن، والفرق الطبيه. وبالتالي ليه؟ لان هم اكبر معدلات وفيات هي في اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن. وبالتالي تخيلي لو كانت الكورونا موجوده في وجت لبلد مواطنيها اكبدهم مريضه، بلا شك كنا هنسمع عن معدلات وفيات اكبر، اضعاف ما هو حادث الان. فواحده من الامور الهامه جدا في الحفاظ مش بس على صحه المصريين، لا، على حياه المصريين، ان الحمد لله دخلوا هذا الوباء بتاع الكورونا الذي فرض على العالم من خلال الجائحه باكباد سليمه. طب دكتور، احنا بنتكلم دلوقتي على فيروس، ربما رأى البعض أن ميزانية الدولة يعني أهدرت في الإنفاق على علاج المصابين بفيروس سي، ولكن حقيقة الأمر غير ده تماما، لأن أنت لما عالجت دول أنت وفرت دواء ووفرت جزء كبير جدا من ميزانية الدولة كان بيروح على علاج هذه أو هؤلاء المواطنين لسنوات طويلة دون جدوى فعلية للقضاء الجذري على هذا الفيروس. يعني هي الحقيقة الحجم الإنفاق على العلاج هو أضعاف أضعاف حجم الإنفاق على الوقاية. وإنت كل دولار بتصرفه عشان تعمل وقاية بتوفر 24 دولار. بس ده سايد إيشو. يعني إنت في النهاية ده حاجة بتحصل لأنك تعمل بمنهج علمي سليم، لكن هدفك الأساسي هو الحفاظ على الصحة العامة، الحفاظ على صحة مواطنيك، لأنه هي قوة الدولة الحقيقية في مواطنيها الأصحاء. موارد. صحيح. مواطنيها الأصحاء. هي مصر دولة ما يميزها هم شعبها. فلا بد أن يكون شعبها صحيحا متعلما قادرا. وده اللي وعشان كده السيد الرئيس قال كده، قال إحنا الفترة الولاية الثانية على رأس أولويات الصحة والتعليم. ولا هنقدر نطلع خطوة لقدام بشعب مريض أو بشعب لا يملك الصحة. والصحة لا نعني بس فيها أنه هو
لما يتعالج الصحة. وأعتقد ده كان كثير من الأوقات كان يتكلم الرئيس على السمنة والبدانة وعلى والحياة الصحية، الأكل الصحي، الممارسات الصحية. في النهاية أنت محتاج أن تكون قويا صحيحا متعلما عشان تقدر يبقى عندك دولة قوية. مصر اللي بنحلم بيها، مصر الجديدة، هي دي مصر الجديدة الحقيقة. طيب مهما قلنا أن مصر دولة شابة شابة، ولكن لو الشباب صحتهم مش في أفضل حال، يعني هو الشباب مش بس ان انت تبقى سنك صغير، لكنك تبقى يعني هو الشباب سنك صغير لانك وصحيح صحيح. لكن يعني كم من صغار السن لما بيصابوا بالامراض بيبقى قدرتهم على التعايش اصعب بكثير من قدره كبار السن. كنا بنشوف كمان المصابين بفيروس سي قدرتهم على العمل نفسها كانت بتبقى اقل بكثير من الاصحاء. يعني يمكن عشان انتوا اصغر سنا، لكن الناس اللي زيي شافوا اهاليهم واقربائهم اللي كان بيجي له نزيف دموي، واللي كان بيجي له استسقاء، واللي ماشي في الشارع وبطنه فيها استسقاء، واللي في نص الليل بيقوم يرجع دم ويكح دمه. والحقيقة المشكلة كانت الأساسية أو جزء كبير من مشكلة فيروس سي أنه قاتل صامت. أنت بيبقى عندك الفيروس وتفضل فترة طويلة بيبقى أعراضه، أول ما يتظهر الأعراض بيبقى الموضوع وصل إلى مراحل متأخرة. يعني هو لا يعطيك علامة إنذار أن أنت عندك. كم من الناس اكتشفت إصابتها بفيروس سي بالصدفة؟ كم من الناس اكتشفت هي رايحة تحلل عشان تسافر؟ صحيح. لسه كنت أقول لحضرتك أنا أعرف ناس قضى هذا الفيروس على أحلامهم في السفر، بمجرد اللي هو رايح يحلل اكتشف ان عنده فيروس سي، خلاص ما خدش تأشيرة. يعني الحقيقه انه ناس بس لو رجعت بالذاكره الى 10 سنين فاتوا وشافوا حجم الطوابير اللي كانت بتبقى واقفه عشان تحلل فيروس سي. انت بلد موصوم صحيح من 10 سنين فاتوا النهارده انت بتعلن بوضوح، ومنظمه الصحه العالميه بتعلن انها بتنتهي من الاجراءات الخاصه باعلانك دوله خاليه يعني نسبه الاصابه فيها تقل عن 1% طبيعيه، المعدلات الطبيعيه تقل عن 1%. فده يعني تخيل بقى ان انت وانت النهارده بعد ما تعلن المنظمه وان شاء الله يكونوا قريبا، وانت بتقرا كده في اشتراطات السفر عشان تروح تشتغل في اي مكان، تلاقي انه الخانه اللي كان مكتوب فيها عمل فحص لفيروس سي اتشالت. قد ايه احساسك بالسعاده؟ تخيل ان انت مش هيبقى عندك حد يقوم في نص الليل بيرجع دمه ومحتاج تشيله توديه عشان ياخد دمه عشان نعمل ربط للدوالي وعشان وعشان وعشان. كان الوضع صعب جدا. لقد كانت مأساة تنهك أكباد وحياة وصحة المصريين. طبعا. الحقيقة مجرد نظرة على صورة من دي ثم نظرة على اللي احنا فيه النهاردة هيديك حجم الفارق. وعادة ما الناس بتذكر هي نجاحاتها، لكن الحقيقة المرة دي يمكن مش احنا اللي بنقول نجاحاتنا، ده منظمة الصحة العالمية طلعت تتكلم على اليوم العالمي للكبد. على فكرة هي مش طالعة تقول شكر في مصر، صحيح، لا، هي طالعة تتكلم على استراتيجية منظمة الصحة العالمية لجعل العالم خالي من فيروس سي. واليوم العالمي كان يوم 28/7 واحنا بنتكلم على فيروس سي، فأول ما يرتبط في ذهن المنظمة هو هذه التجربة الناجحة المصرية فرضت نفسها يعني. وبالتالي فأنت مش بتتكلم على نجاح مصر، أنت بتتكلم على تذكير العالم بأهمية الخلو من فيروس سي. ولأن مصر نجحت اتحطت في نص الجملة والعبارة صحيح. والإشادة. وهنا نتحدث عن منظمة محايدة، كلام منظمة تتبع للأمم المتحدة، هي غير مرتبطة بأي حد. يعني ده أرقام وعندها معايير زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك. طيب دكتور، مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي انبثق منها 11 مبادرة أخرى صحيح، ولفئات مختلفة من الشعب وأمراض مختلفة وما إلى ذلك. خلينا نتكلم مع حضرتك عن هذه المبادرات وأهميتها، وإزاي إن هي كانت بمثابة تدخل سريع للتعامل مع يعني الملف الصحي بالنسبة للمصريين. طيب يعني ذنوني الحقيقة أني أتكلم على واحدة منهم بسرعة كده وبعدين نعرج على أنتم كإعلاميين بيجي لكم الكثير من الطلبات المرتبطة باحتياج لتدخلات طبية.
لو مبادرة القضاء على قدر الانتظار على سبيل المثال أطلقها السيد الرئيس في سنة 2018 في أواخر 2017 بداية 2018، فلو أنا سألتكم لو في 2016 لما كان حد بيتصل طالب أنه عنده مشكلة في العملية يقول لك أنا محتاج أعمل قسطرة، محتاج أعمل قلب مفتوح، محتاج أعمل تغيير مفصل، فإحنا كنا بنبدأ نستشعر القلق ونبدا نقول لا الراجل ده طول لما تعدي 6 7 8 9 شهور. وكانت دائما الشكاوى في لو جالنا 10 شكاوى من كل 10 في 8 بتتكلم على فتره ما بعد السنه، يعني ده انا بقالي سنه. واللي كان بيتصل بيقول ده انا عايز اعمل عمليه قلب مفتوح ولا عمليه تغيير مفصل ولا عمليه قسطره وبقالي 3 شهور بس، انت مستعجل عليا. ده احنا اللي كنا بنقول كده كاعلاميين يعني. النهارده لو سالتكم نفس السؤال، هو اللي بيتصل يطالب بعمل مساعده عشان يعمل العمليه بيتكلم في فتره قد ايه؟ 3 اسابيع 4 اسابيع. يبقى مبادره السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار نزلت موقف الانتظار من سنه ونص لثلاث اسابيع واسبوعين وثلاثه، واللي بقى بيقعد 4 اسابيع يحس انه طويل جدا. ماشي، في فتره زمنيه قد ايه؟ يعني ببساطة كده من 3 4 سنين والشاب كان بيجد ان والده محتاج يعمل عملية القسطرة بعد سنة ونص وهو داخل الإعدادية، وهو داخل الثانوي بقى بيتكلم انه يعمل العملية بعد 3 أسابيع. هي دي حجم النقلة اللي عملتها المبادرة في عمر الافراد. هو لسه فرد، ده كان في الاعدادي ابا دخل ثانوي طموحه تغير. انت نقلتي طموح المواطن المصري من انه العمليه ما تبقى سنه الى انه العمليه بعد 3 اسابيع، ده كتير. فهذه واحده من المبادرات. بتتكلمي في عمليات ايه؟ بتتكلمي في عمليات تغيير المفاصل، عمليات العظام، جراحات الاورام، الزراعه، زراعه الكبد والكلى وزراعه القوقعه، بتتكلمي في القلب المفتوح، بتتكلمي في عمليات العيون والرمد. ادي واحدة من المبادرات. طيب المبادرات بدأت من المواطن المصري وهو صحة الأم والجنين، يعني وانت لسه جنين في بطن أمك هناك مبادرة لصحة الأم. طب بعد ما يتولد بدأت تتكلم عن المسح السمعي للأطفال. مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية عند الأطفال وحديثي الولادة. فأنت جنين لسه مولود وبعدين دخلت المدرسه، بقت هناك مبادره الكشف وعلاج الانيميا والسمنه والتقزم وانت في المدرسه. طيب دخلت ثانوي وكبرت وعديت ال 18 سنه، جينا للمراه، بقت مبادره الرئاسيه لصحه المراه والكشف المبكر عن اورام الثدي. ماشي، النهارده بنطلق مبادره اخرى للكشف المبكر عن اورام البروستاتا، فاحنا او اورام القولون، اورام الرئه. فانت في المراحل العمريه، طيب خلصنا بقى وبدانا نحتاج الى تدخل الجراحيه، بنتكلم على مبادره السيد الرئيس للكشف للقضاء على قوائم الانتظار. طيب مكملين؟ مكملين، لان هناك مبادره اخرى مرتبطه بكبار السن والمسنين. فانت واخد المواطن. وبعدين هل اغفلنا؟ احنا بنتكلم بس على الصحه الجسديه؟ لا، احنا بنتكلم ايضا على الصحه النفسيه. عيادات الشباب والتعامل النفسي مع الشباب، مبادره النخاع الشوكي ايضا، مبادره التعامل مع الامراض واحده من الامراض الوراثيه. بس دي الاكثر تكلفه يا دكتور، كمان انا بتكلم لان تكلفه الحقنه الواحده ملايين ربما. يعني الحقيقه ان انت بتتحرك مع المواطن منذ ان كان جنينا. وبعدين زي ما بقول لك حتى الصحه النفسيه، المراه الامنه، عائله المراه الامنه، المراه المعنفه، انت مش سايب منحه من مناحي الصحه بمفهومها الأشمل. الصحة لا تعني فقط، ودي مسألة مهمة يمكن لم تكن الدولة تركز عليها بنفس العمق في قبل 2014، وهو أنت بتتكلم على عيان ومستشفى. صحيح. والمطالبة بأنه العيان يخش المستشفى. أنت النهاردة بتتكلم على الصحة العامة، بتتكلم على الصحة اللي هي الويل بينج، كيف تكون صحيحا في نفسك نفسيا على المستوى النفسي، على المستوى البدني،
على مستوى حتى التعامل مع البيئة. أنت النهاردة مصر بتنظم مؤتمر المناخ عشان تبقى البيئة اللي أنت عايش فيها هي بيئة صحية. صحيح. فأنت الحقيقة أنه حلم الدولة للوصول إلى دولة أو مصر الجديدة بقى حتى شكله مختلف. ده غير في نقطة كمان مهمة دكتور، وهي بقى توفير قاعدة بيانات سليمة. دي مهمة جدا. دي مهمة جدا أنه بلا بيانات بلا معلومات لن تستطيع أن تصل إلى استراتيجيات. طبعا بكل تأكيد. احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، نورتنا ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا لحضرتك.